اليوم نديركم أكلة سريعة وخفيفة وفنديرها البلادي تجي هايلة. نقول لكم الطريقة، ناخذ طبسي فخيت نقليوه نعمروه على حساب أفراد العائلة، ومنه ناخذ حبات بيض واحد 3 حبات 4 على حساب الحجم نتاع شحال يكون عندك البطاطا مقلية، ونزيدو لها كمية من المعدنوس وشوية فلفل كحل وشوية سكنجبير وملح، ومنه حنا بصل قطع صغير نخلطو. ناخذ المقلة تاعنا نديرو فيها زيت هكا حاجة خفيفة ديجا خطش البطاطا ديجا هي مقلية، نحطوها هكا من جهة. شوفو نخلطو خلطة في هذا، نزيدولو البصل، البصل يطلو بنة مع معدن موسم والبقدونس من المشارق يقودولو، ونخلطو هذه كامل حتى تكونو تشوفو هكذا. نبداو نفرغو هكا هاذي نمشي كامل الوسم تاع البيض اللي بنا حدنا شبسو، نمشيوها كامل هكا بوتاتي هكذا، ومن بعد نديرو هكذا. ما دخلت لي شوفوا نقصوا النار، نقصوا النار وناخذوا بصي هكا هكا، ونحطوها هكا نغطيها وبعد نخليوها قليله، نحطوها هكا نقلبوها على الوجه الاخر وبعد نقول لكم كيفاه نقدموها في الصحن. شوف جاتنا تحفه، شوف شوف اقسم لكم شلخه وتشوفوها وراكم معايا نذوقكم، معليش راكم منا كليتو وصلتكم الريحه جو بونس. ها هي شوفو خوتاتي، شوف شوف كريسنا، شوفو وجبه خفيفه وسريعه بكا مع الصيف لوليداتنا، تا بكا سهله وتجي أمام طون بنينة. هاي بصحتكم صحتي، وإن شاء الله تدوم بيناتنا، وإن شاء الله متنساوش اللايك وتفعلوا الجرس. صح عشيتكم.